السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه خلاصة تجربتي، استفدت وأفيد بها الآخرين، وهي تصلح لأي شخص، ولكن الذي يفهمها. أول نقطة، الإسلام صالح لكل زمان ومكان، أما الدين فيصلح لزمان ومكان محدد. ثاني نقطة، الإنسان ابن بيئته التي نشأ فيها، فهو يعرفها ويعرف بها. ثالث نقطة، الإنسان في حال الخروج من موطنه إلى موطن آخر فيجب أن يسلم ولا يغير الثقافة التي بها، وإن كان رجل أن يتزوج من بناتها، وإن كانت امرأة أن تتزوج من رجالها. آخر نقطة، أنت واجب عليك أن تندمج فيما أنت فيه، فالزوجة تندمج في ثقافة زوجها، والزوج يندمج في مجتمعه المضيف، والمجتمع جزء من الوطن، وهذا كله يصب في الوطنية. لماذا هذه المعلومات هي خلاصة ومهمة؟ لأن الإنسان في معيشته يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة البناء، وهي مرحلة تربوية، كرست لأجلها المدارس والجوامع والأساتذة والمربيين والأسرة وأفراد الأسرة من النساء والرجال، العمة والخالة والخال والعم وإلى آخره، في مجتمع موجود. نشأوا على ثقافة المجتمع الأصيلة، والأصيلة هي التي تكتسب بلا مقابل وتكتسب بشكل طبيعي. أي ثقافة أصيلة في أي بلد، سواء كانت اللهجة أو حتى المهنة أو الحرفة، وقس على ذلك، هي ثقافة تعتبر أصيلة. هذه المنظومة الاجتماعية، وهذه المنظومة الاقتصادية التي تكون بنيت عبر سنين طويلة في أي بلد، بناها كبار والعلماء والمثقفين في هذا البلد، ليس من باب الفراغ ولا من باب المتعة، ولكن من باب الاحتياج إلى ذلك لتلبية احتياجات الأفراد. والفرد بعد مروره بمرحلة التربية يدخل في مرحلة التشغيل، مثله مثل أي منتج ثقافي أو أي منتج استهلاكي نحن نستهلكه، زي مثلا العربية، المرسيدس لو الواحد يشتريها من المعرض مش معناها إن هي مش هتخرب، ولا إنها لو خربت معناته لم تصنع بشكل جيد، هذا شيء طبيعي. ولكن الخدمات ما بعد البيع، الخدمات التي توفر لهذا المنتج الأصيل في بلده أو في الخارج، يكون له خدمات متوفرة من الصيانة والقطع، والإنسان كمان كذلك. الإنسان بعدما تخرج من مرحلة التربية
لديه احتياجات. الاحتياجات هذه تلازمه إلى مماته، سواء كان في الثقافة أو في الدين أو في المجتمع أو هذا. الاحتياجات هذه هي موضوعة على منهج واحد. إذا هو لم يندمج أو ينشأ في ظل هذا المنهج، فلن تصلح معه كل هذه الخدمات، بل سيكون لها الأثر الرجعي المضاعف، وهو لن يعرف ولا يعرف كيف ولماذا. أخيرا، تصدير واستيراد الثقافة الأصيلة هذا نوع من التعدي الذي لا يجوز، فالواجب على الإنسان أن يندمج وأن ينخرط في المجتمع الذي حضنه برا به. وهكذا كان آباؤنا عندما كانوا في الحبشة، كانوا يتكلمون بلغة أهل البلد ويلبسون زيهم ويندمجون في ثقافتهم. وجدي كان يخيط الملابس الحبشية، وكان يتقن اللهجة أو اللغة الحبشية معا. وجدي الآخر كان خباز، وكان أيضا يتقن ويعيش، وكلاهما كانوا متزوجين من أحباش ومندمجين مع المجتمع. ومن الظريف في الموضوع أن متانة اندماج الجبرتيين في الحبشة دعت العنصريين في الحبشة أنهم بدأوا يخشون على ثقافتهم من التغيير، فأصبحوا يتهمون الجبرتي أنه يسرق ثقافتهم، ولكن الحقيقة هو لم يسرقها، هو كان بارا بالثقافة الموجودة. وكما أن الجبرتي اندمج في ثقافة الأحباش، هو كذلك اندمج في ثقافة العرب، اندمج في ثقافة المصريين، اندمج في ثقافة السودان، اندمج في ثقافة اليمن، واندمج في ثقافة أي بلد دخل فيها برا بها، ولم يكن متعصبا بقبلية أو قومية يستوردها من حيث أتى. لماذا؟ لأنه أساسا قرشي، وأي قرشي ليس قريش مكة والمدينة، هذه أماكن ثقافتها اندثرت بفعل الإسلام، فلا توجد لغة عربية فصيحة اليوم، ولا يوجد ثقافة قرشية اليوم، وإنما هي مزيج من الثقافات التي اجتمعت والتي تنوعت في أشكالها. فنحن عندما نقول مسلمين، نحن نقول بالفعل. فهل يستطيع أهل القبائل وأهل القوميات أن يسلكوا مسلكنا؟ هذا هو مسلك الإسلام، أن تدخل في أي ثقافة فتندمج فيها، فتنصهر فيها انصهار كامل، محافظا على دينك فقط، وداخلا في منهج دينهم الذي هم موجودين فيه. الممانعة في ذلك مشكلة لك ومشكلة لغيرك. هل يجوز تصدير المذهب الديني؟ وهل يجوز استيراد المذهب الديني؟ وهل هذا يعتبر من العقوق؟